مسرح مدرسة الأمل الثانوية بمدينة غدامس شهد حفل توقيع عقود المعلمين الجدد بموجب القرار رقمي 2020 بالتعاقد من قبل وزارة تعليم الوفاق. تم توقيع حوالي 50 عقدا لعدد من المعلمات بتخصصات مختلفة، ومن ضمنهم عقود لمعلمات الفئات الخاصة، وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني للتعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة. نحتفل هذا اليوم بالتوقيع على الملاك الوظيفي للعام الدراسي 2020، وذلك حسب الشروط والضوابط المنظمة لهذا الملاك لعدد 7 مؤسسات تعليمية. كما نأمل من الوزارة تغطية العجوزات الناتجة من هذا الملاك حتى تؤتي العملية التعليمية ثمارها بأكمل وجه. توقيع هذه العقود جاء في إطار سد العجز القائم بالإطار التعليمي خاصة المعلمين، وتم ذلك بحضور مراقب التعليم غدامس ومدير مكتب التفتيش التربوي ومدير مكتب العمل والتأهيل ورئيس قسم تعليم واندماج الفئات الخاصة. رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن الإصرار على إنجاح العملية التعليمية يبقى قائما، كما أن العمل على توفير المناخ الملائم للطلبة لا ينتهي.